هو تبص السنة 2010 بس أول موسم نشارك فيه في القسم الرابع كان موسم 2011-2012 وكنا ماشيين المركز الأول بس للأسف بعد حادث بورسعيد الدوري اتلغى واضطرينا نعيد ونخش السنة اللي بعديها من الأول والحمد لله السنة اللي بعديها نزلنا الدوري وطلعنا المركز الأول وصعدنا للقسم الثاني. والموسم اللي بعديه قعدنا سنه في القسم الثالث وطلعنا الاول في القسم الثالث وصعدنا في اول سنه للقسم القسم الثاني اللي هو الممتاز ده. بفضل من ربنا بشكر ربنا جدا وبشكر كل المنظومه اللي وقفت في ظهرنا، بشكر اللعيبه اللي كانوا على قد المسؤوليه. تعبنا كتير جدا الموسم ده وقبل ما اجي فاركو المنظومه كلها بتحارب بقى لها 5 سنين عشان توصل لده، لكن ما كانش في توفيق السنه اللي فاتت اخر وقفت على اخر مباراه امام غزل المحله، لكن بقول الحمد لله التوفيق يعني حالفنا. احنا اشتغلنا واجتهدنا وخدنا بالاسباب وتعبنا جدا عشان نوصل لده وربنا الحمد لله كرمنا ووفقنا. فبقول مبروك للنادي فاركو، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك لكل العاملين والقائمين على النادي، إن النادي ده مكانه طبيعي في الدوري الممتاز، كان يستحق من سنين إن هو يبقى موجود في الدوري الممتاز الحقيقي.